يعني اللي كلام التلفزيون يقول لك دول ارهابيين والاخوان هم اللي مش على... فين بقى؟ وما هو كل حاجه بتحصل دلوقتي حاجه بيعلقها عشان يطلع على 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 الاخوان. كل حاجه تحصل دلوقتي يقول لك الاخوان خلاص بلاش فكر اللي كان في البلد. واحد ضرب واحد في طريق خلاص الاخوان خلاص. ايه اللي خلى مصطفى منصور يقول لك على انا على فكره انا ابني ميت في بتاعه الاسماعيليه الزفته دي بورسعيد يعني انا محروقه برضو زي اللي اتحرق ضمني امبارح.